صباح الخير، اهلا بيكم معايا في برنامج العياده من قناه الحياه. والنهارده هنتكلم في موضوع جالنا عليه تساؤلات كتير جدا، هو الولاده القيصريه. طبعا نظرا لزياده يعني حدوثها في الايام الاخيره او في السنوات الاخيره يعني، فمستنيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الارقام اللي هتظهر في الشاشه امامكم. الولاده القيصريه طبعا يعني نسبتها زادت جدا لأسباب كتير، من أهمها أولا أنه سن الجواز عند البنات ارتفع، التخن أو السمنة زادت عند السيدات، كمان التقدم في متابعة الجنين، يعني بقينا كتير ممكن ما تبقاش القيصرية أساسا الست داخلة المستشفى عشان تولد طبيعي، لكن من متابعة الجنين أثناء الطلق نكتشف أنه مثلا النبضات بتاعته ابتدت تقل، فنضطر أن احنا نلجأ للولادة القيصرية. الخوف من أنه يحصل أي مشاكل في الجهاز التناسلي عند السيدات كمان أصبح يزود قوي حدوث الولادة القيصرية. ده أسباب ازدياد الولادة القيصرية. أساسا إيه هي؟ هي إن احنا بنفتح الأسفل البطن ونعمل فتحة في جدار الرحم ونطلع البيبي من البطن بدل ما يطلع من يعني الطريق الطبيعي بتاعه. كمان السبب في ازدياد الولادة القيصرية هو نجاحها، ان هي اصبحت عملية سهلة بسبب التقدم العلمي في التخدير وفي الخيوط وفي المضادات الحيوية. يعني الاول زمان كان اللي يخش يعمل الست اللي تخش تعمل ولادة قيصرية ديت نسبة ان هي يعني تتوفى كبيرة جدا، او ان يحصل التهابات تؤدي الى الوفاة برضو كبيرة جدا، او انه يحصل نزيف يؤدي الى الوفاة برضو نسبة عالية جدا جدا. فكانت الولادة القيصرية يعني حاجة خوف رهيب جدا، لكن دلوقتي لأ، التخدير بقى متقدم جدا والولادة القيصرية ممكن تحصل بتخدير نصفي اللي هو السباينال، تخدير نصفي يعني الست تبقى صاحية وتشوف البيبي وكل حاجة، أو بالتخدير الكلي. طب إيه الأسباب بتاعت الولادة القيصرية؟ طبعا الولادة القيصرية تنقسم إلى نوعين، نوع احنا بنحدد الميعاد، يعني الست تبقى في التاسع ونقول لها مثلا احنا هنولد يوم كذا، او نوع يحصل طارئ يعني الست داخله تولد طبيعي واذ فجاه تتحول من ولاده طبيعيه الى ولاده قيصريه. ايه الاسباب الولاده القيصريه اللي احنا بنحددها؟ اولا يكون الحوض بتاع السيده ضيق، بالذات عند السيدات اللي هم قصيري القامة. معانا أول اتصال من أم محمد. أم أحمد. أيوة يا فندم، صباح الخير. أيوة صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله يا دكتور أنا عندي مشكلة كده. اتفضلي. أنا رحت كشفت من فترة وطلع عندي ورم نسي على جدار الرحم. فعايزة أعرف هل البرشام الهرمونات بيسبب ضرر عليا؟ انت عندك كام سنه؟ نعم، عندك كام سنه؟ 45، ماشيه في 45. وبتشتكي من نزيف او حاجه؟ كان معايا من شهر نزيف زي دوره، بس مش نزيف، دوره عاديه. بس قعدت شهر. شهر بحاله؟ وخدتي اي علاج تقللي بيه نزيف؟ خدت برشام لونه ابيض في بني. اوكي. نعم ايوه سامعاكي. خدت برشام لونه ابيض في بني، اخده لمده 21 كل شهر. وبطله عشان تنزل وقلل لك النزيف. الحمد لله. طيب والورم اللي فيه ده حجمه قد ايه؟ هو ما حددش حجمه قد ايه، بس هو قال لي ده حاجه يعني صغير مش كبير. انت خايفه من الدواء يعني؟ نعم، خايفه من الدواء اللي انت بتاخديه. لان هو علاج هرمونات، فانا مش عارفه هل نعم. ايوه سامعاكي. هل هو خطر العلاج الهرمونات ده لو انا اخدته مده طويله؟ وهل أوكي. هو الورم ده بيتشال ولا بيتعمل بداله تنظيف؟ اوكي هرد عليك يا أمه. متشكره. طبعا احنا الورم الليفي اتكلمنا فيه قبل كده، بس هرجع اقول عليه حاجه مهمه لام احمد، ان الورم الليفي ده ما بنتدخلش جراحيا الا اذا كان مسبب اعراض لا نستطيع السيطره عليها بالعلاج. يعني مثلا انت الحمد لله جالك دوره مده الدم ما كانش كميه كبيره لكن قعد فتره طويله، لكن بالدواء
قدر ان هو انه يسيطر، الطبيب يسيطر عليه وتوقف النزيف ده او الدم ده. بما ان احنا قدرنا نسيطر عليه بالعلاج الدوائي سواء كان هرمونات او انواع اخرى من العلاج، يبقى ما فيش داعي للتدخل الجراحي ما دام مش مسبب لك اي اعراض اخرى. الاورام اللي فيها بتسبب اعراض هي ايه؟ يا اما نزيف، يا اما يكون ورم كبير قوي فانت حاسه بيه في مكبر لك بطنك، او يكون بيأثر على التبول يمنع يعمل احتباس بول او تنقيط او كده، او يكون مأثر على التبرز برضو يعمل امساك او يمنع عملية التبرز. يعني المعنى اقصد اقول ان الورم الليف يكون مسبب اي اعراض للسيدة. اذا مش مسبب اعراض يبقى ما بنتدخلش جراحيا، لانه لا يتحول الى اورام سرطانيه، وبالذات في العمر بتاعك ده 45 سنه. يعني اذا قدرنا نسيطر عليه بالدواء يبقى خلاص ما فيش اي مشكله، لانه بعد شويه الدوره اساسا هتنقطع، من 3 ل 4 سنين الدوره هتنقطع. سؤالك بقى، هل الهرمونات ديت مضره ولا لا؟ طبعا احنا بندي الهرمونات اذا كان ما عندكيش ارتفاع في ضغط الدم، اذا كان ما عندكيش اي امراض في الكبد، اذا كان ما عندكيش اي تاريخ مسبق لنفسك او لحد من الدرجه الاولى من اسرتك لاورام سرطانيه. اللي انت بتاخديه ده اللي هو الابيض والبني، احنا بنديكي الهرمون اللي انت محتاجاه ومعاه الهرمون المضاد له اللي هو يحميكي من اي مشكله. طبعا كل الدراسات اثبتت انه الهرمونات اذا اتاخدت واحنا والسيده محتاجه لها لا تضر، بالعكس يعني بتفيد. لانه احنا بس يعني نفسي اكلمكم مره حلقه عن الهرمونات. الهرمونات الغده الدرقيه بتفرز هرمونات، البنكرياس بيفرز هرمونات، الغده اللي فوق الكليه بتفرز هرمونات. يعني الهرمونات دي مش بس الهرمونات الانثويه، لا الجسم كله شغال بالهرمونات. فاذا الغده اللي بتفرز نوع من انواع الهرمونات مش شغاله او فيها اي اضطراب زي اللي عندك كده، انت عندك 45 سنه بتبدا المبايض يحصل فيها اضطراب، طب هنعمل ايه؟ نسيب الجسم كده من غير هرمونات؟ هل يقدر الانسان اللي عنده السكر يعيش من غير الانسولين؟ يعني البنكرياس بتاعه ما بيفرزش انسولين، يقدر يعيش من غير انسولين؟ ما يقدرش. هي نفس القصة بالظبط، المبيض إذا كان مش شغال يبقى الهرمون ده حماية ليكي أو لأي ست المبيض بتاعها مش شغال كويس. فما تخافيش خالص، تاخديه زي ما الطبيب بيقول بدام قدر يسيطر على الأعراض اللي عندك. هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. اهلا بيكم معايا مره تانية، ومعانا مدام نجلاء. اتفضلي. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي مدام نجلاء. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الحمد لله. انا لسه متجوزه من شهر، وعملت تيست امبارح طلع بوزيتيف. طب مبروك. الله يبارك في حضرتك. وبعدين انا باخد برشام الحساسيه. ايه قولي لي اسمه؟ تراكيتين. اوكي تراكيتين. ايوه سمعت. فانا لما باخدوش بيطلع لي بهرش كتير جدا، فغلط ده في الحمل؟ هنوقفه على الاقل اول 3 اشهر في الحمل، وهتستخدمي كلامين لوشن. يعني هتجيبي لوشن من الصيدليه تستخدميه على جسمك علشان تقللي الشعور بالهرش ده. طب قالوا لك يعني رحتي قبل كده لحد حساسيه؟ الو؟ جلديه. البرشام دوت. ايوه. يعني ما بدوروش معاكي ايه اسباب الحساسيه؟ هي قالت لي من الزعل، قالت لي لما بتزعلي كتير. هو فعلا كده، لما بحس نفسي انا متضايقه. طب دلوقتي انت مبسوطه خلاص، يبقى توقفي الدواء توقفي الدواء وتجيبي الكلامين لوشن ده عشان يهدي جسمك لو حسيتي باي هرش، وتستخدمي فوليك اسيد. انت عندك كام سنه يا نجلاء؟ 24. 24 27. 27. اوكي هي. يبقى تستني اسبوع كده وتروحي للطبيب علشان يعمل لك بقى الموجات الصوتيه، ونطمن ان كيس الحمل جوه الرحم ان شاء الله. عندك اي سؤال تاني؟ شكرا جدا دكتوره. طيب شكرا لاتصالك.
هنكمل في الموضوع بتاعنا القيصرية. زي ما قلت لكم في أسباب للقيصرية بتكون أسباب ثابتة وفي أسباب متغيرة. يعني الأسباب المتغيرة معناته إيه؟ معناته إن إحنا ممكن الحمل اللي بعده نولد طبيعي. الأسباب المتغيرة دي زي إيه؟ زي مثلا إن الحوض ومقاس الرأس أو وزن يعني وزن البيبي ما يكونش متناسق، يعني ممكن مثلا البيبي ده مش هيعدي لكن البيبي اللي بعده ممكن يعدي لو وزنه أقل، فدي ممكن تتغير. أو وضع الجنين، يعني إحنا بنعمل دلوقتي قيصرية كتير جدا لما يكون الجنين جاي بالمقعدة ما بقيناش بنولده طبيعي نظرا لإنه ممكن يعني يحصل مشكلة في الولادة اللي هي لما بيجي بالمقعد، أو حمل التوأم، يعني مش كل مرة هتحمل توأم، يعني ممكن مرة توأم أو يعني ومرة تانية يكون طبيعي. فالحاجات دي أو مثلا ارتفاع في ضغط الحمل أثناء في ضغط الدم أثناء الحمل ده مش معناته أنه هيتكرر في الحمل اللي بعده. ففي الأسباب دي بتكون أسباب متغيرة، الحمل اللي بعده ممكن نولد طبيعي. لكن الأسباب الثابته هي ضيق الحوض، زي ما قلت لكم في السيدات قصير القامه بيبقى الحوض بتاعهم ضيق مش ممكن ان هي تولد طبيعي، او عندها مشكله في العمود الفقري بتاعها، او مرضى القلب مش دايما، او اللي عندهم اورام في المخ او حاجه، مش دولت ما بيكونوش مرضى القلب طبعا، مش كلهم، في انواع من امراض القلب تقدر الست انها تولد طبيعي، لكن في انواع معينه لا ما نقدرش نولدها طبيعي لان ما نقدرش نعرضها للطلق. ف يعني في حاجات بتكون ثابته في السيده لازم ان هي تولد قيصريه، وفي حاجات لا حسب الحمل ده. الأسباب الأخرى كمان أو السبب اللي شائع جدا إنها تكون والدة مرتين قبل كده قيصرية، أو عاملة أي عمليات في الرحم أو رملي فيه أو إزالة أورام ليفية أو حاجة، في الحالة دي طبعا بتولد قيصرية. وفي سبب شائع جدا اللي هو الطفل السمين. يعني إيه الطفل السمين؟ يعني تكون الست مثلا الحمل ده ما جاش غير عن طريق أطفال الأنابيب بعد سنين من تأخر الحمل أو كده، فبيكون الطفل ده طفل سمين ما احناش ضامنين ان هو الحمل هيحصل تاني، فبنولده ولادة قيصرية. ليه؟ لعدم تعرضه لأي مخاطر، لأن الولادة الطبيعية زي ما قلت لكم كده احنا ساعات بنحدد ميعاد الولادة القيصرية وساعات تقلب قيصرية في الوسط واحنا بنولد طبيعي. ليه؟ لانه ممكن البيبي ده الاكسجين ما يوصلوش كويس فيتعرض لنقص الاكسجين وايه ويحصله بقى مشاكل في النمو العصبي بتاعه. فطبعا البيبي ده البيبي السمين ده بنخاف ان احنا نعرضه لحاجه بالشكل ده فبنولده قيصريه. طبعا برضو الولادة القيصرية زادت نسبتها بسبب الخوف من الولادة المتعسرة. يعني ايه الولادة المتعسرة؟ يعني زمان كنا نسمع ايه ست تقعد تولد 3 4 ايام، طبعا الكلام ده خلاص ما بقاش يحصل. ليه؟ لانه الولادة المتعسرة ديت بتعرض الام لمشاكل كتيرة. معانا اتصال من مدام عزة، اتفضلي مدام عزة. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. يا دكتورة انا كنت ولدت 3 مرات قبل كده كان طبيعي. وآخر مرة كانت رابع مرة كان قيصري، في الشهر التاسع البيبي اتضح ان هو متوفي في نص التاسع من اخر الثامن. فعملت تحاليل وكده فقال لي في توكسوبلازما وفي حاجة اسمها حصب ألماني. حصب ألماني. فأنا عايز أعرف إذا كان لو حصل حمل تاني ممكن يحصل وفاة الجنين ولا إيه؟ وخدتي العلاج بتاع التوكسوبلازما؟ خدت جرعة أولانية وقال لي في بداية الحمل لو حصل تاني هتاخدي تاني. لا مفيش حاجة اسمها جرعة أولانية، هو ده بيبقى كورس يعني بتمشي عليه شهر. ما أنا خدته. خدتيه؟ أوكي. وعملتي عدتي التحليل تاني؟ لا ما عدتوش. أنت عندك كام سنة يا مدام عزة؟ 39. 39. قالوا لك إن ساعتها كان التوكسوبلازما كنت مصابة بيه حديثا يعني؟ التوكسوبلازما لا، هو قال لي الحصب الألماني كانت قديمة، إصابة قديمة. طب إصابة قديمة ما تسببش وفاة الجنين، لكن الجنين نفسه كان طبيعي ما عندوش أي مشكلة في الكروموزومات ولا أي حاجة؟ لا هو قال أنا مش لاقي سبب في وفاته، بس كان جنب إيديه كده متسلخة كده يعني لما اتولد. لأنه قعد فترة في طيب أرد عليك يا الأشعة إن مفيش ولا نقطة مية. ولا نقطة مية، وأنت ما حسيتيش إن المية نزلت ولا حاجة؟ لا ما كانش في أي مية نزلت. أوكي، كنت بتتابعي الحمل كويس ولا لا؟ لا كنت بتابع تمام. طب ازاي قعدتي شهر من غير ما تعرفي ان الجنين توفى؟ لا ما كانش شهر، ده هو كان اسبوعين.
اسبوعين. انا كنت عند الدكتور من 10 ايام وقال لي كويس، بعد 10 ايام رحت عشان اكشف النص التاسع، قال لي الجنين متوفي والنمو التري متوقف بقاله 14 يوم وما فيش اي سبب لا الدكتور في الولاده ان هو يقول ان هو ده سبب. فانا مش عارفه اذا كان حظ الميني او التوكسوبلازما هي كانت السبب، ولو هي سبب ممكن تؤدي لوفاه جنين تاني ولا ايه؟ طيب هرد عليك يا مدام عز. طبعا الإصابة القديمة من التوكسوبلازما والحظوة الألماني لا تؤدي للوفاة يعني بالطريقة دي في آخر الحمل، فممكن يكون في حاجة تانية، يعني لازم في حاجة تانية، لأنه إن المية يعني تخلص خالص كده ما حسيتيش خالص إن حركة الجنين قلت، يعني في مشكلة في المتابعة، لأنه إن المية تخلص كده خالص ده يعني لازم تكوني أنت حسيتي إن حركة الجنين قلت او حاجه. فانت طبعا هنعمل ايه دلوقتي في الحمل اللي جاي بقى، يعني اذا انت عايزه حمل تاني هناخد بقى طبعا فوليك اسيد بجرعه كبيره، هناخد اللي هو البيبي اسبرو من اول الحمل. لازم المتابعه تكون بطريقه اقرب شويه، يعني احنا بنقول ايه، من اول السابع المتابعه بتكون كل اسبوعين، في التاسع بتكون كل اسبوع. ليه؟ خوفا من الحاجات اللي زي كده، ان الميه تقل، البيبي السيده ما تكونش واخده بالها. يعني انا في تقديري من قصتك كده انه كان في مشكله في المشيمه، فانت في المره اللي جايه لازم هتعملي اشعه تلفزيونيه ودوبلر بطريقه اكتر، يعني كل 3 اسابيع، بحيث نتاكد ان الدم بيوصل كويس للجنين. متابعه ضغط الدم بتاعك طبعا نظرا للسن 39 سنه، احنا عارفين ان فوق ال 35 سنه نسبه العيوب بسبب الكروموزوميه في الجنين بتزيد، فلازم طبعا في الشهر الثالث هتعملي سونار ثلاثي الابعاد، ممكن نحتاج عينه من السائل الامنيوسي. يعني اقصد اقول ان الحمل الجاي هتكون المتابعه فيه ادق، بحيث ان احنا نتفادى حدوث حاجه زي كده تاني. طبعا مش بالنسبه بقى لمدام عزه، بالنسبه لكل السيدات اللي بيحصل لهم حاجه زي كده، البيبي المتوفي ده لما بناخده يستحسن ان احنا ناخد منه عينه كروموزوميه، لانه بيبقى موجود البيبي. يعني للاسف العينه الكروموزوميه بتبقى حاجه، يعني بناخد منه خليه وبنحللها ونعرف اذا كان عنده عيوب كروموزوميه ولا لا، علشان نقدر نعرف سبب الوفاه. فده شيء مهم جدا، وللاسف بلاقي سيدات كتير، يعني انت قولي حصلت معاكي مره واحده، في سيدات بتحصل معاهم 3-4 مرات، طب حللتوا البيبي؟ يقولوا لا. فدي طبعا بتبقى غلطه فظيعه، لانه احنا بنبقى عايزين نعرف هل البيبي ده فيه عيوب كروموزوميه ولا لا، وايه هو العيب الكروموزومي ده علشان نعرف اذا كان هيتكرر ولا لا. طيب معانا ريهام. مدام نهاد، اتفضلي يا مدام نهاد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ايوه لو سمحتي يا دكتوره، ما كان اختي كانت لسه متجوزه في شهر 9، وبعدين هي راحت للدكتور، فيعني اتاخر الحمل بتاعها شويه. فراحت للدكتور فقال لها ان هي عندها كيس ميه 5.2، واللي هي يعني وقال لها يا تردي حبوب منع الحمل، يا اما تاخدي يا اما اعمل لك عمليه. احنا مش عارفين ايه الاسلم، وقال لها ان المبيض الشمال مش شغال. كده من غير اي حاجه، يعني من غير تحليل ولا اي حاجه ولا متابعه تبويض ولا حاجه، مش شغال. لا هو شافها بالسونار. طيب هي عندها كام سنه اختك؟ هي عندها 22 سنه، مواليد 90. 22 سنه ومتجوزه بقى لها قد ايه؟ متجوزه في شهر 9 اللي فات، يعني ما كملتش 4 اشهر. لا، صح؟ ولا 6 اشهر. طيب هرد عليك يا نهاد. طبعا اولا كيس المية ما بنتدخلش جراحيا في كيس المية، الاول لازم نتابعه. كيس المية على المبيض ده بيبقى دليل ان المبيض شغال. يعني كيس المية ده بيتكون ازاي؟ احنا عارفين ان كل شهر بيحصل تبويض. تبويض يعني ايه؟ يعني بتطلع بيضة، البيضة ديت بتكون موجودة اساسا في كيس، فساعات البيضة بتطلع والكيس بيفضل، هو مفروض ان الكيس بيتفتح وبيروح في الجسم طبعا يعني بطريقة في الخلايا يعني معقدة جدا ان انا اشرحها لكم، بس ده بيحصل كل شهر، ان البويضة بتطلع والكيس بتاعها بيختفي بيروح في الجسم. لكن في بعض السيدات، مش بعض السيدات، كل السيدات بيحصل لهم في دورة أو دورتين أو 3 في عمرهم إن بدل ما الكيس ده يروح طبيعي كده، لأ بيفضل ويكبر شوية، وبيكتشف دايما عادة عند كل السيدات بيكتشف بالصدفة. طب علاج الكيس ده إيه؟
الكيس ده مفروض بيروح لوحده في خلال 3 اشهر. طب ليه بندي حبوب منع الحمل؟ بندي حبوب منع الحمل مش عشان نعالج الكيس ده، للاسف ده فهم يعني مغلوط عند الناس. احنا ما بنديش حبوب منع الحمل عشان نعالج الكيس ده او ننشفه زي ما بسمع كتير، لا، احنا بندي حبوب منع الحمل عشان نوقف نشاط المبيض، علشان نقدر نتابع الكيس ده اذا كان هيروح في خلال 3 اشهر ولا لا. ليه؟ لانه احنا ساعات الست جلنا بعد 3 اشهر نلاقي الكيس موجود لسه، ويكون ده مش هو ده كيس تاني حصل بسبب تبويض اخر. فاحنا علشان نتاكد ان احنا بنتابع نفس الكيس مش كيس تاني، بنوقف نشاط المبيض خالص علشان نقدر نشوف الكيس ونتابعه، هل بيزيد هل بيقل هل بيروح ولا لا. فهي دي فكرة حبوب منع الحمل عشان أقدر أتابع الكيس ده. الطبيعي أنه في خلال 3 أشهر من المتابعة مفروض أن الكيس ده بيروح. إذا كبر أكتر من 8 سنتي ساعتها بنتدخل جراحياً علشان نشيله. فأنا في حالة أختك، أولاً الحمل ما تأخرش، أختك صغيرة جداً، إذا الدورة الشهرية بتاعتها بتجيلها كل شهر يبقى ده معناته إن التبويض بتاعها ماشي وإن المبايض بتاعتها شغالة. فأرجو إن إحنا ما نتدخلش خالص وما نعملش أي حاجة. إذا هي عايزة تاخد حبوب منع الحمل عشان تتابع الكيس ده، تاخدهم لمدة 3 أشهر وتروح تعيد السونار تاني بعد 3 أشهر عشان تطمن إن الكيس ده راح ولا لأ. إذا مش عايزة تاخد حبوب منع الحمل برضو، تروح بعد 3 أشهر تاني تتابع الكيس ده وتشوف إذا كان موجود ولا لأ. لكن أرجو إنه ما يحصلش أي تدخل جراحي ولا أي استعجال في العلاج، هي لسه صغيرة. وأنا شفت كتير قوي بنات ما بيكونش عندهم أي مشكلة خالص وحاجة بسيطة، وبعدين نتدخل جراحيا والطبيب هو للأسف اللي يسبب لها بقى مشاكل وتتحول من إنسانة طبيعية لإنسانة مريضة. فأرجو في الموضوع ده بالذات في السن الصغير ده إن احنا ما نستعجلش على الحمل، وكل ست تاخد فرصتها اللي هي سنة كاملة من العلاقة الزوجية المنتظمة. هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. اهلا بيكم معايا مره تانية. كنت بكلمكم عن الولاده المتعسره، وكنا بنتكلم عن مضاعفات الولاده المتعسره. طبعا المضاعفات على الام زي ما قلت انه ممكن يحصل جرح في الجهاز التناسلي بتاعها او انفجار في الرحم، نزيف حاد ممكن تتحول الى استئصال للرحم. والمضاعفات بالنسبه للجنين هي انه يحصل نقص الاكسجين والحاجات اللي احنا عارفينها بقى، يخش في مشاكل في النمو الجهاز العصبي بتاعه. فعشان كده قرار الولادة الطبيعية أو القيصرية ده لازم يكون قرار الطبيب، يعني ما ينفعش إن الدكتور مثلا يقول للسيدة لا أنا لازم نولد قيصرية، تقول له لا أنا نفسي أولد طبيعي. لا، هي مش فسحة، هي ده قرار مفروض يكون قرار طبي، يكون على حسب تقدير الطبيب لمصلحة الأم والجنين. يعني ما بقاش إن إحنا انه هي مش فكره ان انا هاخد بطوله او نشان اذا انا ولدت السيده طبيعي وعرضتها لمخاطر كبيره. لا، لازم يكون قرار طبي مبني على اسس. اذا كان في فعلا مشكله في الولاده بطريقه طبيعيه يبقى انا اولد قيصري حمايه للام وللجنين. طبعا في مشكله بتحصل ساعات ان الطبيب مثلا يكون في عنده مشكله في التوقيت، مسافر هيحضر مؤتمر او حاجه، فيعمل تحريض على الولاده. التحريض على الولاده اذا كانت السيده ده اول حمل ليها، بتبقى فرصه يعني اللي هي بكريه، بتبقى فرصه انها تبقى قيصريه 50%. فالتحريض على الولاده في البكريه بالذات، يعني في اللي ولدت قبل كده طبيعي، لا بتكون فرصة نجاح التحريض كبيرة جدا. لكن البكرية بالذات لا، بتكون فرصة انها تتحول من ولادة طبيعية لقيصرية 50%. فعشان كده دايما بننصح السيدة في اول ولادة ليها ان ما يحصلش ابدا اي تحريض على الولادة، وانها تتساب لغاية ما الولادة تجيلها براحتها. طبعا زمان كنا بنستنى على انها تخش في ولادة طبيعي
ولا لا 15 يوم. دلوقتي طبعا لا بقى ان احنا ننتظر بكتير قوي 3 ايام، يعني بعد الميعاد الولاده بتاعتها بنستنى 3 ايام، و3 ايام دول تكون السيده كمان تحت الملاحظه وواعيه لحركه البيبي. وعايزه اقول لكم انه في كتب الطب، كتب الحمل والولاده يعني مكتوب كده ان الام هي اول واحده تقدر تعرف اذا كان البيبي ده يعني معرض لخطر في الرحم في داخل بطنها. يعني ازاي؟ ان هي بتحس ان حركه الجنين اتغيرت، يعني مش ان هي قلت، لا الحركه بتاعته مش طبيعيه، مش اللي انا حاسس، مش اللي انا بحس بيه. ده اول ساين او اول دليل خطر على البيبي ده. معانا اتصال من منى، اتفضلي يا منى. ايوه دكتوره، ازي حضرتك؟ ازيك، اتفضلي. لو سمحت يا دكتوره، انا لسه متجوزه بقالي 4 شهور كويس، ماشيه في الشهر الخامس، وبعد الوضع بعد الجواز على طول جات لي البريود بعديها ب 10 ايام تقريبا. بعدين بعد قبل الميعاد البريود الثانيه حس كنت عملت مجهود جامد، بعدين نزل الحاجات اصابات كده كتير ودم وحاجات، فانا ما اعرفش هي ايه. بس ميعاد البريود جات البريود عادي. وبعديها بشهر او حاجه لقيت يعني زي كان اللبن بينزل كده من صدري. رحت كشفت، الدكتوره قالت لي اعملي تحليل برولاكتين، عملته هو الاف اس اتش والال اتش. وقالت لي مظبوط، وعملت تحليل سيمن للزوج يعني. طلع الزوج تقريبا نسبه الحيوانات المنويه 15 مليون. والموتيليتي تقريبا يعني 20%. 20%. وساعتها قالت لي هو بس ياخد علاج كارنيفيتا فورت لمده 3 شهور وهيبقى كويس، وممكن انت كمان تاخدي معاه. انا الاف اس اتش بتاعي كان 5.6 والال اتش 5.3 والبرولاكتين 9.5. اوكي، لسه في لبن بينزل من صدرك؟ هو مش دايما يعني، بعد ما رحت عند الدكتوره والبريود نزلت في نفس الوقت، كان هي قالت لي ممكن يكون حمل، بس في نفس اليوم البريود نزلت. بس بعدين بعدها لما يعني البريود خلصت كده اللبن قل خالص، وبصدري رجع تاني زي زمان. بعدين الفتره اللي فاتت دي قبل ميعاد البريود برضه باسبوع ولا حاجه، هي دلوقتي البريود حيران عليا يعني. قبل ميعاد البريود ب 10 ايام لقيت برضه صدري وجعني وفي زي نقط لبن. انت عندك كام سنه يا منى؟ عندي 26، هكمل 26 السنه دي يعني. اوكي، جوزك بيدخن؟ لا مش مدخن، هو كان مدخن بس كان فتره قليله جدا يعني. طيب هرد عليك يا منى، في عندك سؤال تاني؟ لا خلاص كده. طيب هرد عليك. طبعا بالنسبه للزوج التحليل بتاعه، احنا بنقول انه 15 مليون ده اقل من الطبيعي، الطبيعي المفروض يكون 20 مليون بير ميلي، والحركه اللي هي A وB يعني السريعه اللي قدام واللي هي الحركه في نفس المكان الاثنين مع بعض لازم يكونوا 50%. فطبعا التحليل بتاع جوزك مش كويس، مش كويس بس مش وحش قوي، بس مش كويس يعني، يحتاج فعلا لعلاج، بس مش علاج بالطريقه دي يعني، لازم يروح يكشف عند دكتور ذكورة، بحيث ان هو برضو بيعمل له تشيك اب بيشوف اذا كان محتاج حاجه تانية. صحيح بندي الفيتامين ده، بس الفيتامين ده مش علاج يعني بناء على تشخيص، فاهمه؟ لازم يروح لطبيب يكشف عليه ويديله العلاج المناسب له. ساعات بيكون بيعمل له تحليل مثلا هرمونات وبيكون عنده نسبه قليله ولا حاجه بحقنه يعني بيتعالج، فما فيش داعي للعلاج بالطريقه دي، يستحسن ان هو يروح لطبيب امراض ذكوره وايه ويعالجه هو. ده بالنسبه لجوزك. بالنسبه لك انت، انا عايزه اقول لكم حاجه يعني مهمه جدا. انا لما يكون عندي العرض اللي هو ان في لبن بينزل من الصدر، العرض ده اهم كتير جدا من التحليل. يعني التحليل بالذات تحاليل الهرمونات اذا ما عملناهوش الصبح بيطلع النتيجه مختلفه عن ما عملناه بالليل، فانا ازاي اصدق التحليل وما اصدقش العرض؟ يعني ده غلط، ده غلط كبير. لازم تاخدي الدواء بتاع هرمون اللبن علشان يوقف افراز اللبن من الصدر، فده مهم جدا بالنسبه لك. لازم تاخدي الدواء، يعني لازم تروحي للدكتور وتاخدي الدواء بتاع هرمون اللبن. غير كده انت عندك 26 سنه لسه صغيره جدا، الدوره بتجيلك منتظمه، حتى لو اتلخبطت مره بعد الجواز ده ما يقلقناش، مره اتلخبطت فيها نزلت بدري او نزلت في وسط الشهر ده ما يقلقناش وما يخليناش نعالج، لكن نزول لبن من الصدر ده لازم يتعالج، فلازم تاخدي الدواء بتاع هرمون اللبن وجوزك يروح لدكتور امراض ذكوره. هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.
اهلا بيكم معايا مره تانية، ومعانا اتصال من مدام هبه. اتفضلي مدام هبه. الو. ايوه ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيك، اتفضلي. انا بس كنت عايزه اسال، انا فطمت ابني من شهرين واللبن ما كانش نشف، فالدكتور كتب لي على دواء كده ينشف اللبن. فاخدته برضه الدواء ما نشفش، اللبن ما نشفش، فكلمته تاني على التليفون قال لي قرر الدواء تاني. اوكي. فقررت الدواء تاني واخدته، وبعد كده حسيت بوجع جامد بقى في صدري، يعني ناحيه الشمال كده. ودراعي زي حسيت ان هو نمل، وبعد كده بقى فضلت لحد يعني بقى لي شهر اهو بعد الفطام، وحاسه ان في وجع في القفص الصدري نفسه اللي ناحيه الشمال، وبيجيلي زي كتمه كده او قرشه نفس. اوكي، قولي لي يا هبه، انت رضعتي فتره قد ايه؟ سنه وثمان شهور. سنه وثمان شهور، ودلوقتي صدرك بينشف ولا خلاص بقى طري وطبيعي؟ الو؟ طيب الخط قطع بس. لا لا انا معاك. انت معايا؟ انا صدري يعني هو نشف، بس انا دلوقتي المشكله عندي في الوجع بقى اللي في عظمي اللي هو ناحيه القفص الصدري كده، عظم القفص الصدري نفسه ناحيه الشمال. ناحيه الشمال. طيب بتلبسي سوتيان يعني ضيق ولا؟ لا 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 خالص خالص، يعني طول ما انا قاعده في البيت لا مش بلبس. طيب هرد عليك يا هبه. طبعا انا بالعكس، انا عاوزاكي تلبسي سوتيان ضيق، لانه الصدر اذا احنا سبناه كده يعني زي ما تقول مترهل، ده بيشد على عضله القفص الصدري ويسبب الام جامده في القفص الصدري. فانت مهم جدا كل السيدات اللي بيفطموا ان هم يلبسوا البرا يكون ضيق، يعني ضيقوه مقاس اصغر، بحيث ان هو يقدر يرفع الصدر وما يخليهوش يشد على العضلات. بس برضو يعني لما يكون الالم فترة طويلة مش هنرجع للسبب بس كده، لانه ممكن يكون في حاجة تانية، فلازم تروحي برضو تعملي اشعة على الصدر وتخلي طبيب امراض صدرية يكشف، عشان ما يكونش فيه اي التهاب او حاجة يعني في الرئة او في الغشاء المبطن للرئة. يعني انا محبش اسيب برضو الامور كده، لكن عادة السيدات اللي بيفطموا مفروض ان هم اولا الست اللي بترضع اكتر من 6 اشهر. طبعا انا مشكله ان السيدات عندنا في مصر بيبقى عندهم فكره وما بتتغيرش، ان هو بتتصور ان هي الرضاعه بعد ما ترضع اكتر من سنه او اكتر من 6 شهور ان الدواء هيوقف لها اللبن. مفيش حاجه اسمها كده. الست مادام رضعت اكتر من 6 اشهر، عمليه الرضاعه بتتحول لعمليه اوتوماتيكيه. ازاي؟ ان مجرد ان البيبي يشفط اللبن يضر، البيبي يشفط اللبن يضر، هرمون اللبن بعد 6 اشهر من الرضاعه بينزل وبيوصل لمستوى ثابت، خلاص ما بيبقاش فيه اي مشكله. فازاي طب ازاي اوقف الرضاعه؟ اوقف الرضاعه بان انا البيبي بطل يرضع. فبيحصل ايه؟ لمده 2 يومين بعد ما البيبي بطل يرضع، الصدر بيتملى لبن ويعني يسبب وجع للست، فبنديها مسكنات كمادات ساقعه وتلبس البرا الضيق ده، بحيث ان هو الصدر ما يقعش وما يترهلش وما يشدش على العضله زي ما حصل عند هبه كده. فلازم الثلاث حاجات دول نعملها 2 يومين بس والرضاعه بتقف. طيب بتبتدي السيدات تقول ايه؟ لا انا اللبن لسه صدري فيه لبن، وتبتدي تاخد ادويه وتعمل معرفش. لا، بعد الرضاعه لمده 2 سنين، اي واحده ست بعد ما بترضع 2 سنين بعد الرضاعه، لو حاولت ان هي تطلع لبن كده من الحلمه بتاعتها هيطلع نقطه او نقطتين، ده طبيعي لمده 2 سنين ولا يحتاج لاي تدخل خالص دوائي. فارجو بس ان احنا يعني الحاجات دي لازم الناس تعرفها، لانه للاسف بيخشوا ويتعالجوا وهم ما عندهمش مشكله، طبيعي ان ينزل نقطتين لبن ولا حاجه بعد الرضاعه ولمده 2 سنين. فبالنسبه لك يا هبه هتروحي الاول تعملي اشعه على الصدر عشان نتاكد ان اشعه عاديه خالص، عشان نتاكد ان ما فيش اي مشكله في الرئه ولا في الغشاء المبطن للرئه، والطبيب برضو امراض صدريه يكشف عليك. ان كل حاجه طبيعيه يبقى ده مجرد شد عضلي، هناخد له دواء مسكن لمده 2 يومين وقربه دافيه وسوتيان ضيق، هتنتهي المشكله دي. للاسف وقت حلقتنا انتهى، ومعاكم بكره ان شاء الله الدكتور رفعت الجبري استشاري طب الاطفال وحديث الولاده، واشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله.